مجموعة مواقف جميلة جدا وتدريبية مفيدة بكشمات بثلاث نقلات. هذا هو موضوع الفصل 20 من كتاب يوسوبوف. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف الشطرنج. إذا رح نتابع بشرح كتاب يوسوبوف، وصلنا عند الفصل 20 بعنوان مات في ثلاث نقلات. فرح نقرأ المقدمة اللي عم تقول أنه بهذا الدرس رح نتابع بتدريبك على الحسابات القصيرة. طبعا شفنا عدة دروس سابقة موجودة بقائمة التشغيل هون عن الحسابات بالشطرنج، وخاصة الحسابات القصيرة، هي المفيدة أكثر من التدريب على الحسابات الطويلة والمعقدة. طبعا حل الألغاز الشطرنجية المأخوذة من مباريات حقيقية هون عم يسميها natural looking positions، يعني المواقف اللي بتكون طبيعية للعين، يعني مواقف ذات نظرة أو موقف طبيعي جدا. أحيانا كتير بتشوف مواقف يعني مخربطة، القطع فايتة ببعضها، ما بتعرف إيد مين فوق، فهذا الموقف غالبا ما رح يفيد. حل المواقف المأخوذة من مباريات حقيقية، تموضع طبيعي للقطع، تكتيكات مألوفة بتظهر كتير بمبارياتك، هذا هو القصيرة. فعم يقول هون انه بكل المواقف اللي رح نشوفها بهذا الفصل لازم تلاقي كشمات بثلاث نقلات. طبعا عم يقول انك ضروري تكتب الحل كتابة حتى تتأكد منه يعني، وتكتب أول نقلتين فقط لحتى توصل على الكشمات. إذا كان في عنا مراوغات من خصمك قد تطيل أمد الكشمات، فيعني الحل غير صحيح، فأيضا لازم تكتب هاي المراوغات وطريقة ردك عليها لحتى يكون في عنا كشمات بثلاثة بشكل مضمون. طبعا لكن الموقف معك 10 دقائق تفكر كأنك مباراة حقيقية، ممنوع تلمس القطاع. في حال مضت 10 دقائق وما استطعت أنك تلاقي الحل، رح تأخذ 10 دقائق إضافية، ولكن هالمرة مسموح لك انك تحرك القطاع، تحرك وتشوف عمليا. هذا الشيء طبعا رح يساعدك بالحل، ولكن معك 10 دقائق تانية بهي الطريقة. في حال مضت 10 دقائق تانية وانت عم تحرك القطع وما استطعت تشوف الحل، فالان بتكمل الفيديو وبتشوف الحل. فاذا خلينا نشوف الموقف الاول. فإذا هذا هو الموقف الأول. طبعا للأمانة هذا موقف صعب شوي، فوقف الفيديو حاول تلاقي كشمات بثلاث نقلات للاعب الأبيض. فعزيزي المشاهد الآن خلينا نشوف الحل. طبعا انت موقف الفيديو في حال حبيت بتتابع من هون. فإذا النقلة الأولى هي فيل على C8 مستفيدا من وضع الزيج زوانج. الآن لاعب الأسود لاحظ عنده خيارين فقط، إذا تقدم بالبيدق فهون راح يكون عندنا الفيل على H3، ولاحظ أيضا الملك ممنوع على كل المربعات، عنده خانة واحدة فقط والبيدق ما بتحرك، فإذا الملك إجباري راح يروح على C4، وهون راح يكون عندنا بيشوب F1 كشمات، وطبعا عم محمي القلعة. فإذا نرجع على المباراة، فالآن بعد النقلة الأولى الفيل على C8 راح نشوف نقلة راح نشوف الخيار الثاني عند اللاعب الأسود وهو الملك على C3. هون راح يكون عنا الفيل على A6، وأيضا لاحظ يعني الملك ممنوع من هاي المربعات الثلاثة، وممنوع من هاي المربعات، وممنوع من هاي المربع، وممنوع من D4، فإذا عنده خيار واحد فقط والبيدق ما بتحرك، فالملك على D3. والآن نقلة الثالثة رك على B3 كشمات. طبعا البيدق ما بيقدر ياخذ القلعة أو يتقدم لا يغطي بسبب أنه مربوط والملك ما عنده أي خيار. خلينا نشوف الموقف الثاني، وهو أيضا موقف صعب للأمانة طبعا بسبب كثرة احتمالاته. يعني لاحظ القلعة عنا نشيطة جدا والفيل نشيط جدا، فيعني عندهم مناورات محاولات كثيرة لمنع الكشمات. فأيضا وقف الفيديو حاول تلاقي الحل. فهون النقلة الأولى عزيزي المشاهد هي كوين على F7، طبعا نقلة قوية، السبب أنه عم يهدد بكشمات من F8، إذا إجا الوزير لهون يعني راح يعطي كشمات ما إلى أي حل، فكيف راح تحاول تمنعه؟ فهون عنا عدة خيارات. طبعا الكتاب اختار النقلة روك على E3، هلا راح نرجع له، ولكن شو بصير إذا لعب القلعة على F3؟ عم يمنع الوزير انه يجي لهون. الحقيقة هون رح يكون عنا تضحية جميلة جدا جدا، الفيل على F5. لاحظ الان بعد هاي التضحية صار في عنا تهديدين بالكشمات، تهديد من الاصلي من F8 والتهديد من D7، فما في طريقة لتمنع الكشمات من هالمكانين. فمثلا اذا اكلت الفيل بالقلعة رح يكون عنا كشمات من D7، واذا اكلت الفيل بالفيل راح يكون عندنا كشمات من F8. فإذا النقلة الأولى
روك على ال F3 شفناها في كيشمات. النقل الثاني نحاول نمنع الكيشمات بالفيل سواء من الدي 7 او من ال H5، والحقيقة نفس الخيار تماما في حال اجى لهون، رح نعطي كيش سواء كان الفيل هون او هون رح يضطر يغطي ونرجع لنفس الموقف، فالفيل على ال E8 والان ركوين على ال F6 وكيشمات هاي النقلة الثالثة. فإذا نرجع على الجيم، هون النقلة الأولى كوين على الـ F7، فاللاعب الأسود هون لعب القلعة على الـ E3 لحتى يغطي في حال أعطى كش، ولكن هون راح تكون المفاجأة أيضا مثل الخط الأول التضحية بالفيل من خلال الخانة E6. طبعا الآن صار في عنا تهديدين، كش مات من الـ D7 وكش مات من الـ F8 وما في أي حل. طبعا هون إذا أكل بالقلعة راح يكون عنا كش مات من الـ D7، وإذا أكل بالفيل راح يكون عندنا كيش مات من الـ F8. خلينا نشوف الموقف الثالث. فهذا هو الموقف الثالث. عزيزي المشاهد وقف الفيديو وخذ وقتك، فخلينا نشوف الحل. النقلة الأولى هي التضحية بالقلعة روك تيك C6 مع كيش. طبعا هون إذا غطيت بالفيل راح يكون عندنا كيش مات بنقلتين وليس بثلاثة، ترقية لقلعة أو لا وزير وكيش مات. فلذلك اللاعب الأسود راح ياخذ البيض، راح ياخذ القلعة بالبيدق، ما في أي خيار ثاني. فهون راح يكون عندنا الفيل على الـ E6 كيش، والملك إجباري راح يطلع على الـ C7، و الآن الترقية لحصان مع كش وإغلاق لهي الخانة، والفيل مغلق هاي الخانات والملك مغلق هاي الخانات، فكش مات. طبعا أيضا الموقف صعب شوي باعتبار أنه يعني بدك تكون حاسب الترقية لحصان. خلينا نشوف الموقف الرابع. فهذا هو الموقف الرابع، أيضا من المواقف الجميلة جدا. وقف الفيديو وحاول تلاقي الحل. عزيزي المشاهد هون الحل هو الفيل على الـ F5، تضحية جميلة جدا بالفيل. طبعا اللاعب الأسود ما عنده غير خيار واحد فقط، أنه يقبل التضحية وياخذ الفيل بالقلعة. والآن النقلة الخارقة بتمنى أنك تكون شفتها، هي النايت على الجي 7، عم يهدد القلعتين بالحصان وبالبيدق. طبعا الآن لاعب الأسود مجبر على الحركة وما عنده حركات غير بالقلاع، فإذا تحرك بهي القلعة رح يكون عندنا كش مات بأخذ القلعة الثانية، وإذا حرك بهي القلعة لأي مكان رح ناخذ هاي القلعة مع كش مات. فهذا هو الموقف. هلا هون ببساطة في لاعبين بيقترحوا انه النقلة نايت على الجي 5 بالأول، ولكن الحقيقة هاي النقلة غلط. F5 يعني رح تعطي الملك فرصة للهروب والموقف رح يصير تعادل. فإذا بنشوف الموقف الخامس. الموقف الخامس عزيزي المشاهد من المواقف الصعبة، لأنه يعني في كشمات خارجة عن المألوف، خارجة عن المنطق. فوقف الفيديو حاول تلاقيها. النقلة هون الأولى عزيزي المشاهد هي كوين على السي 4 كش، نقلة منطقية عم تعطي كش قريبة وتلجئ الملك لخانة وحيدة فقط وهي الدي 2. والآن النقلة التالية كوين سي 1 كش، تضحية بالوزير. طبعا ما في عند اللاعب الأسود خيار إلا أنه يقبل التضحية. فهون النقلة الثالثة نايت على البي 3 كش مات. طبعا مثل ما انك شايف تعاون رهيب بين الحصانين والملك. بالعادة الحصانين ما بيقدروا انهم يعطوا كش مات الا بحالات خاصة جدا، وبكون الملك مجبر على انه يذهب للمكان اللي فيه كش مات مثل هذا الموقف. فاذا خلينا نشوف الموقف السادس. وهذا هو الموقف السادس. طبعا هون بتوقع انك شفت انه راح تكون نفس الفكرة، يعني هاي مساعدة يعني اعتبرها نفس الفكرة السابقة. فإذا الآن بعد ما وقفت الفيديو ورجعت شغلته، خلينا نشوف الحل. الآن النقلة الأولى هي التضحية بالفيل بيشوب دي 7 كش. طبعا النقلة الوحيدة المتاحة عند اللاعب الأسود إنه ياكل الفيل. هون رح يكون عندنا النايت على السي 7 كش إجباري، الملك على الإي 7، والآن النايت على السي 8 كش مات. فالآن نروح على هذا الموقف، هو الموقف السابع. طبعا هذا الموقف موقف جميل جدا، ولكن يعني بتوقع الأصعب فيه هو النقلة الأولى. إذا استطعت تشوف النقلة الأولى فرح تحله بسهولة، ولكن النقلة الأولى صعبة. فوقف الفيديو وحاول تلاقيها. النقلة الأولى هون عزيزي المشاهد هي الفيل على الـ A8 حصرا، الفيل بيروح على الزاوية. هلا رح نشوف شو الهدف. فالآن اللاعب الأسود مجبر إنه ياكل الفيل، طبعا لأنه إذا بياكل الحصان مثلا رح ناخذ البيدق مع كش مات فوريا، وإذا ما بياكل الحصان بيروح على أي مكان على هذا الوتر، طبعا لأنه إذا غادر هذا الوتر رح ناخذ بيدق مع كش مات. فإذا راح على هذا الوتر رح يكون عندنا الملك على الـ F1
وعندنا تهديد بكش مات، لا تحال هون، إذا جيت ربطت الحصان الآن رح ناخذ البيدق مع كش مات. فإذا الفيل هون رح ياخذ الفيل، والآن النقلة كينج على الاف 1، وعندنا تهديد بكش مات لا تحل. الآن بتوقع صرت تفهم ليش الفيل لازم يكون على الاي 8، لأنه لو كان على أي مكان اخذ الفيل مثلا على البي 7 او على السي 7 رح يجي الفيل ببساطه ويربط الحصان وممنوع تعطي كش مات. فمثلا اذا هون النقله الاولى انت لعبت الفيل على البي 7 فرح ناخذ الفيل، اذا تابعت بنفس الخطه الان ما رح يمشي الحال، رح يكون عندنا فيل على الاي 6 ويربط الحصان. فاذا النقله الاولى هي الفيل على الاي 8 حصرا. فبنشوف الموقف الثامن، فهذا هو الموقف الثامن والأخير بهذا الفيديو. فوقف الفيديو حاول تلاقي نقلة اللاعب الأبيض. عزيزي المشاهد، هون النقلة الأولى تضحية بالقلعة روك اتش 6 كيش. طبعا الفكرة إدخال الملك في الزاوية افتراضيا أو مجازيا، طبعا هون إجباري الملك رح يأكل، والآن تقريبا هاي الخانة إلى حكم الزاوية الكورنر. ليش؟ لأنه الملك مسكر هاي الخانات. فالآن نقلة هادئة وانتظارية الفيل على الاي 8، إغلاق هاي الخانات، وبالتالي عنا تهديد لا يرد الفيل على الاف 8، ورح يكون عنا كيش مات طبعا ما إلى أي حل. ربما المحاولة الوحيدة اللي ممكن يعملها اللاعب الأسود بهذا الموقف إنه يتقدم بالبيدق جي 4 على أساس إنه إذا صار في عنا كيش عطينا خانة هروب لا الملك، ولكن الحقيقة هون يعني رح يكون عنا كش من مكان تاني، فتحنا وتر تاني للكشمات مثل ما انك شايف. فهذا هو الفيديو لليوم، فيديو جميل جدا ومفيد، ومواقف يعني جميلة جدا وصعبة. فبتمنى تكون نالت اعجابك. لا تنسى الاشتراك بالقناة ودعمنا بكل الطرق الممكن. نلتقي مجددا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.